ما قلتكيش، مش الوزير كلمني وانا راجع؟ خير، في حاجة؟ الراجل ده غريب قوي، صدقي لسه فاكر انك قلتي له عندك محل ملابس. وايه اللي جاب الكلام ده؟ ابدا، عيد ميلاد بنته يا ستي الجمعة الجاية، وقال لي يا جاد انا هبعت المدام لمدام لقاء علشان تختار شوية هدوم كده. تنور البوتيك يا حبيبي. لقاء حبيبتي، خلي بالك منها، ظبطيها، ويكون في علمك الحساب عندي. ما تقلقش انا هظبطها لك. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. الو، يا حاج صابر، ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ مين معاك؟ حفظي؟ سلمني عليه. ايه؟ هتشرفوني دلوقتي؟ خير طبعا، تشرفوا، تشرفوا في اي وقت، ده بيتكم. مع الف سلامه. عايزين ايه دول؟ يوسف، يوسف، يوسف. ايه؟ في ايه اللي واجع لك دماغك كده؟ بقول لك ايه؟ مش ناقصاك انت رخرة. حوار كمال اخوك مش كده؟ دبره زن على خراب عيشه. انت الموضوع ده معكنن عليك قوي، مخلي مزاجك مش مظبوط. بس انا فاهم الصنف ده، انا فاهمه وعرشه وعارفه. قاعد يعمل ايه بقى؟ يتمسكن يتمسكن يتمسكن، بعدين فجأة تلاقيه حط مناخيره في كل حاجة. طب وأهاب مش بيحط مناخيره؟ مع انه ساعات بيبقى رزل وخنيق، بس انا بفوت له بالراحة عليه. خلاص انسى بقى، تبات نار تسبح رمار. ايه ده؟ سوري يا يوسف. اهلا. انا مش فاكر ان حد هنا، انا اسف. اتفضل اتفضل يا بوب، راح فين؟ تعال 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 يا بوب. معايا ناس بره سوريا. طب وايه يعني؟ الشقه تسع من الحبايب الف كده يعني؟ نوحة، فين الباب وراك؟ اهلا 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 بالانسة. اهلا يا اهلا يا اهلا. مساء الخير يا جماعه. مساء الفل. اهلا اهلا يوسف اخويا. اهلا، ازيك يا استاذ يوسف؟ شوشو. اهلا يا شوشو. ازيك يا نهى؟ ازيك يا ايهاب؟ ازيك انت يا شوشو؟ على فكره يوسف كان لسه بيشكر لي فيك قوي دلوقتي. والله يوسف ده حبيبي حبيبي. صدقوا يا جماعه طول الطريق وبرضه بوب عمال يشكر في يوسف. حبيب قلبي يا بوب. كويس انك جيت على هنا، علشان لو قعدت قدام كمال ده الدنيا كانت هتبوظ اكتر. يا بيني وبينك رحت لابوك، لقيته ما سافرش، لقيته عندها. بجد؟ قلت له؟ لا قلت له ايه؟ ما قلتلوش حاجه طبعا، لقيت مزاجه متعكر قوي وما عندوش السداد يسمع اي حاجه، قلت ما اقول له. قال علمك انا هخلص المشوار ده بنفسي. بات معانا يا بوب. مش هينفع للاسف، نوها لازم تروح. الله، ليه كده؟ اصل نوها من اسره محافظه. يا راجل. لا 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 لا، انت تسيب لي المحافظه دي وانا اقوم بيها كلها. تتراجي معايا ولا ايه؟ اقصد يعني اخس عليا. انت مين؟ انا بشتغل هنا جديد يا استاذ ايهاب. عارفه اسمي كمان بقى؟ ايوه، وانا كنت بشتغل في الفيلا اللي جنبيكوا، وكنت بشوفه في جنينه، وكمان وحيد بيقول لي عنك ان هو بيحبك قوي. وحيد قال لك عني ايه؟ بيقول يعني ان هو بيحبك قوي، وانك بتكتب حاجات كتيره كده في الجرانين والحاجات دي. بقول لك، هو الحاج شافك؟ وشغلني كمان. شافك وشغلك؟ تمام. ما قلتليش بقى اسمك ايه؟ انا اسمي جنة يا استاذ. جنة؟ جنة نار ما تفرقش. انت ايه اللي مسهرك لغايه دلوقتي؟ ما جاليش نوم، والست فردوس قالت لي يعني لو ما جالكيش نوم اقعدي نضفي شويه في الفيلا، وانا خلصت.
مش عايز حاجة؟ اوعى حسونة نام. ايوة تحب اعمل لك عشاء؟ تعرفي تعملي سكالوب؟ سكالوب؟ اه سكالوب؟ طب اعملي لي اومليت. اومليت؟ انت مش قلت سكالوب؟ سكالوب واومليت ثلاثة انواع. ده نورك كده ينفع الوضع عنتر يعمل فيها كده؟ دي حاجة بسيطة باشا. أنا عارف فين المعلم؟ موجود يا باشا اتفضل. يا أهلا وسهلا يا دي النور يا دي النور. نور إيه بس يا مخلص؟ أنا 100 مرة قلت لك ما بحبش ضرب النار ده أول ما أجي يا أخي. يا باشا تحية ليك يا باشا. طب اسمع عشان أنا مستعجل دلوقتي، أنا في مشوار عايزك فيه، في حفلة هتتعمل في مركب من اللي هم المراكب الخمس نجوم دول اللي في النيل. أنا عايز رجالتك دلوقتي يظبطوها ويأمنوها ويركنوا العربيات، يعني يظبطوا الدنيا، وأنا جبت لك معايا العربون أهو. اتفضل. من يد من أدماش، ومستعجل ليه يا باشا؟ بقول لك إيه؟ بعد موضوع العزومة ده ما يخلص أنا هعوزك في مشوار تاني، بس هيبقى صعب شوية. الصعب يسأل عشان خاطر عيونك يا جون. بس أنا بصراحة يا معلم في واحد معكنن عليا حياتي، مش انا بس، انا والحاج كمان. يرضيك كده يا معلم؟ لا طبعا، دي احنا نعكنن عليه حياته وحياة اهله كمان. ماشي، واحنا مش هنختلف في حاجه يا معلم. عمرنا ما هنختلف يا جون، بس مين الشخص ده؟ اخويا. هتاخد تاكسي لحد هناك، هتلاقي هايدي صاحبتي اللي انا قلت لك عليها، هتلاقيها مجهزه لي ورق المحاضرات، تاخده منها وتيجي على طول. ماشي. تاكسي؟ ايوه. هايدي محاضرات اجي على طول. اسم الله عليك. وبقيت الفلوس بقى اللي انا اديتها لك دي تجيب بيها بقى كل الكتب والجرايد اللي انت بتحبها وبتقراها. لا بقيت الفلوس هرجعها لك. إيهاب بيجيب معاه جرايده وهو جاي. بتوفر لي يا وحيد. ربنا يخليك ليا. بس المهم تخلي بالك على نفسك وتيجي على طول. ماشي ماشي. سلام سلام. تاكسي هايدي محاضرات اجي على طول. حيت تديني ستاف جديد طازة لسه منزلش السوق لحد دلوقتي. لا والله طالع. عيسى جبته منين ده؟ انا كل ما اجي اشتريه الاقيه مضروب. يا عم اشرب بس بقى وادعي لي بقى. قدام الناس كده؟ اه قدام الناس. ايه يعني قدام الناس؟ ده حشيش يا ماما، بني ملوش ريحه يعني. طب انا ماليش نايف، ما تديني واحده حبيبتي. ايه جاهزه؟ دماغ غادي يا عيسى. وطي صوتكم هتفضحونا. معاك فل. انتوا بتشربوا ايه؟ في ايه يا ابني، انت عبيط ولا ايه؟ بس بس سيبه يا عيال، ده الواد اللي بيشتغل في فيلا السمر ده الجنايني تقريبا. ما تقولش جنايني. ايوه ايوه دي سمر قالت لي هتبعت حد من فيلا ياخد ورق المحاضرات. ايوه انتوا ما قلتوليش بتشربوا ايه؟